وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز رؤية المخطوبة عن طريق التصوير بالفيديو أو بالصورة الثابتة؟ لا لا ما يصح هذا، لأن مثل هذا قد يحتفظ به وقد يصير يعني شيء يعني يكون احتفاظ به، فإنما يعني تحصل الرؤية على الحقيقة وليس عن طريق الصورة.